てる。هل كفاية انك تكون من عيلة الشهاوي علشان تطلع غاوي موتوسيكلات؟ الاء حالة جميلة ومميزة طلعت في بيت كله من امهر البايكرز في مصر من السبعينات. الاب عصام الشهاوي حاول كثير ان يمنحها بغريزة الابو، لكن الاء باصرارها قدرت تكسب المعركة وقررت انها تكون نموذج لكل بنت في مصر.
اكيد في صوت حاجه في الموتوسيكل شايف ان هي محتاجه تتعمل زي ايه مثلا؟ الفلتر محتاج يتغير. الفلتر ده يعتبر من السيرفيس بتاع الموتوسيكل. السيرفيس بتاع الموتوسيكل دوت سوكي دي كينج 1300 حاجه مش صغيره موتوسيكل كبير. طيب نتفرج بقى على دي في الفلتر دوت هيكون اتعلمت ازاي؟ انا نفسي اعرف الفيانو بس الموضوع دوت مش بسيط ومش سهل ان حد يعمله. ايه بص عليهم هما بيشتغلوا اكتر دلوقتي يعني انا بسمع بشوف هما بيعملوا ايه. لو اي موتوسيكل يجي بحب اقعد اسمع اصل هو انا في حاجه ما بتطلعش مثلا زي لو ثلاثه سلندر موتوسيكل مش اربعه. اصل في واحده من الشكمان مش شغاله والسلندر واحد مش شغال فكده في بوجيه فاصل فانا اقعد اسمعهم هما بيقولوا كده في خنقه في الموتوسيكل فكده الفلتر. يعني متابعتك للشغلهم ومن قعدتك معاهم مثلا لو الموتوسيكل ما بيطلعش الشحن فبيبصوا على البطاريه لو مش البطاريه يبقى الاكتوفاير لو مش الاكتوفاير يبقى الملف وطبعا هم ادوكي الفرصه ان انت تجربي وتشوفي الكلام ده كذا مره بقى اشارك الاقي نفسي بقول بتكلم صح فاحس ان انا كده لقيت دي تتعلم يعني مثلا لما يجي يقول اصل فيه فاقول له اصل ممكن يكون كذا فيقول لي اه حاليا نقدر نقول ان انت ممكن يعتمد عليكي في سيرفيس لو في زحمه مثلا عند بابا في الشغل انت ممكن بس بحب اسوي سكوتر للسكوتر لانه بيبقى صغير بالنسبه لي مش هيدك والزبون مش هيبقى مقلق لا بس الموتوسيكل كبير الزبون يقلق لو في واحد غلط اتنين هتتضرر فتبقى عملت قلق كامل قوي الموتوسيكل انما السكوتر واحد سلندر مش هيبقى فيه حاجه معدل الزيت معروف 100 ملي في اي سكوتر اي موتوسيكل لا بتختلف الزيت بيتحط يعني نقدر نقول انت كبنوته سيرفيس في السكوتر طبعا آه في الموتوسيكلات اللي بابا بيركبها لان انت بتاخدي فرصه اكبر في انت بتعلم تحكمه اصلا الموضوع تقريبا فيه مجهود كبير مش بسيط يعني كمية فتيك كتير يعني لو حد مش فاهم او كده ممكن يلاقي حاجه غلط لا بس بص ده فايبر ما فيهوش اي ضرر والمشكله تبقى من جوه مسامير في البوكس طبعا انت صاحب الشناوي يعني مش هتقدر تساعدك في حاجه ايه؟ يعني الفلتر ده انت بس مجرد انت بتفكي الفلتر وبتنضفيه وبقفل تاني يرجع الزبطه في المسافة جميل جدا ان انت حاجه جميله ممكن تركبي دلوقتي احنا دخلنا في عالم السواقه وفي التعليم انت قلتي لي انت بتعلمي البنات موتوسيكلات عايز اعرف ايه وضعهم في السواقه ايه المشاكل اللي بيقابلوها ايه الحاجات اللي بيقفوا عندها انت بتعلمي بنات اكيد كتير فاكيد احتكوا بيكي وقالوا لك على الحاجات اللي بيقابلوها هنتكلم الاول على مخاوفهم هم الموضوع بالنسبه لهم مش سهل لا دي حاجه جديده داخلين عليها بالنسبه للاهالي برضو يعني اكيد الاهالي مفيش بنت بتاخد الخطوه غير واهلها موافقين تمام وخشي وتشجعي وشيلي ريسكك بنفسك يعني الموضوع دلوقتي بقى افيلبل غير زمان يعني اصل احنا كده كده البنت اللي بتيجي تتعلم مش اقل من 20 سنه فبيبقى الاب والام شايفين انها خلاص
مبالغ زياده عن اللزوم، انها تعرف تفكر وعارفه هي بتعمل ايه. مبقاش في اعتراض ان هم خايفين عليها، وفي ناس في ناس اهاليها رفض رفض تام، انا ما احطش ابني في هروح دين بقى على ان الموتوسيكل خطر، ولا ان ما ينفعش تسوق موتوسيكل في مصر او عيب او لا. في ناس بتيجي تقول لي اصل المنظر العام واصل الشكل ومش مقبول، في ناس تانية لا بتبقى خايفه على عيالها بجد. تمام، لكن الموضوع بقى مفتوح عن زمان. عن كتير، في بنات وفي ضباط كتير بتطلع بنات بس سايقه سكوترات وسايقه موتوسيكلات، واللي بيجي يتعلم بيبقى عايز يتعلم عشان هيستفيد بيه. يعني لو حد بيجي يتعلم عشان عايز يكون منظر، لا بيحتاجوه. يعني سواقة السكوتر عامة بتوفر جزء كبير جدا من وقت، من مجهود، مواصلات بهدلة. احنا كبنات لما بنركب مواصلات بهدلة، توكوسا بهدلة، فلا تعالى انا هوفر لنفسي بدل ما اجيب عربية ببادجت فلوس عالي، لا انا هجيب سكوتر مش هيعدي ماكسيمم 30,000. يعني نقدر نقول دلوقتي ان الموتوسيكل كاستخدامه دلوقتي ما بقاش حاجة عادية، لا بقى موضوع كمان مهم، ان هو موتوسيكل بقى اوفر من حاجات كتير وسيرفستو ما بتاخدش فلوس كتير، بنزين وتانكو 6 لتر، يعني يوم ما يفضى بنزين يعني اقتصادي، مش هفاول ب50 جنيه على بعض. فهي دي الفكرة. فانا كبنت لما هاجي اسوق انا بصله من ايجابيات معينة، انا ما ببهدلش في مواصلات، ما ببهدلش، ما برميش نفسي تحت رحمة واحد بتاع تاكسي، فانا برضو كبنات بنتبهدل. يعني انا بشوف كتير، فلا بطلع اركب موتوسيكلي واروح مكان اللي انا عايزة اروحه وارجع بيه، ما ببهدلش. ايه السلبيات بقى اللي بتقابليها في الموتوسيكل في المعامله هنا في مصر؟ بص، خلينا نتكلم ان كشعب روش شويه، يحب يروش، يحب يجوك على الموضوع، فلا تعال نروي. لو حد بموتوسيكل صيني او بتاع تعال نروش عليه، تلاقي حد بيزنق، حد بيضايق، حد يرمي كلمه ملهاش لازمه، مش بتاعتكو، متعرفوش تسوقوا. في ناس بتعرف تهندل الكلام ده وتعديه وعادي، انا هكمل. لسه كنت هقول لك، هل بقى المعامله في الجزء دوت في رد فعل بقى؟ يا بهندله وبعدي الكلام وبعمل نفسي كاني ما سمعتوش، يا اما لو حد تجاوز فببص له بصه لو انت احقر من انا ارد عليك. انا ده كان بالنسبه لي كآلاء. بالنسبه لاي بنت تانية لسه ما قابلتش، ما صدفتش ان حد من البنات اللي انا عرفتهم يجي يقول لي بنتضايق. ايوه، في المرور برده مفيش حد بيضايق حد، بالذات البنات. بالنسبه للرخص ده برده نقطه مهمه. لا بالعكس، ده قعدوا يتفرجوا ونده، ومدير بتاع المرور عايز يصير لو تعالى اتفرج، وكانت ليله. لا يعني كان الموضوع كويس وجميل جدا، في تابعت عشان حاجه جديده والبنت بتعملها، ففي انبهار. ايوه، بنسبه 75% في انبهار، ونسبه 25% اللي قدامك يا بيضحك عليك وبيتريق وبياخدك نوع من انواع الفكاهه والسخ. ايوه، يا اما مندهش فيسمعك كلام وهو مش ايه القرف اللي انت بتعمله ده. انا مش هبص على نسبه بسيطه زي دي، مش هقدر في الناس. طبعا هو الوضع كمان بقى ملحوظ وباين دلوقتي، يعني باين. وانا عن نفسي انا واحده من الناس، انا بقول لك انا طالعه وسط عيله، فانا بالنسبه لي الموتوسيكلات متعه. فقولي اللي تقوله بقى، انت مش هتاثر معايا، انا مش واخداها سنه ولا اتنين. وانت بالك قد ايه بتعلمي كده تقريبا بالظبط؟ بقى لي سنتين ماكسيمم. سنتين بقى لك؟ سنتين بقى لي. سنتين طبعا طلعتي من تحت ايدك بتاع 7-8 بنات، وما شاء الله عليهم، ربنا يحميهم يا رب. ومتواجدين على طول بتشوفيهم؟ وبيقفوا يعني يسلموا عليا وقال يعني انا. في بنت من حوالي شهر كنت في المهندسين بجيب حاجه، كعبلت فيها بالسكوتر، بتجيب حاجه كمان، واقفه مع اصحابها هي اللي علمتني.